من كام يوم قلت لكم انه محمود حماده لسه على رادار نادي الزمالك، ولسه الزمالك مهتم باللاعب، والزمالك لو ما قدرش يحل اموره، وطبعا مش هيحل اموره الفتره ديت، فلو حلها في يناير فهيحاول يضم محمود حماده. في الوقت ده اللي انا كنت بتكلم فيه في هذا الامر، يبدو ان المصري كان بيخلص اوراقه، المصري عامل صفقات محترمه جدا هذا الموسم مع جهاز فني رائع جدا، وهي اداره كمان اداره جيده جدا وتدعم بشكل رائع فريقها جدا ومحبه جدا للمصري. محمود حماده اليوم لاعبا رسميا في النادي المصري من نادي فاركو. ايه اللي حصل؟ ايه التفاصيل؟ من امتى التفاوضات او المفاوضات؟ نعرف من الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور. اهلا بيك. اهلا بيك. ألف مليون مبروك الصفقة الجديدة محمود حمادة، هي صفقة مفاجأة لينا جميعا، يعني فجأة لقينا المصري بيعلن إن محمود حمادة لاعبا في الفريق، ومحمود حمادة واحد من اللاعبين المهمين جدا تحديدا مع منتخب مصر الفترة الماضية. الحقيقة خلينا نقول إن الكابتن علي ماهر كان محمود حمادة على الرادار بتاعه أثناء المعسكر اللي عمله في مراكش. هايل. وطلبوا من الأستاذ كامل أبو علي، وكان هناك مفاوضات منذ فترة انتهت النهارده بتوقيع العقد والحصول على الاستغناء، والصبح ان شاء الله هيوثق عقده وهيكون ضمن فريق النادي المصري للموسم المقبل ان شاء الله. يعني فتره المفاوضات كانت قريبه وقت معسكر الفريق في مراكش، مش من بعيد يعني. يعني حوالي مده مش بعيده قوي، لكن كابتن علي ماهر كان مصمم على ضم الصفقه باعتبار انها احد الصفقات المهمه واحد التدعيمات اللازمه للفريق. بالتاكيد محمود حماده كمان من اللعيبه يا استاذ رجب اللي عامل اداء رائع جدا مع منتخب مصر، هو الركيزه الاساسيه مع روي فيتوريا المدرب، يعني كل اللعيبه بتتغير الا محمود حماده في تشكيله المنتخب. لا اكيد هو لاعب على مستوى متميز يعني. بالمناسبه يعني المباراه الوحيده اللي محمود حماده خرج منها كانت امبارح، ومنتخبنا للاسف يعني خسر فيها. طيب محمود حماده هو واحد من صفقات كثيره عملها المصري، او صفقات مميزه نقول بالمعنى الادق يعني، كثيرا مميزة هذا الموسم. المصري طموحاته إيه للموسم اللي جاي؟ أهدافه إيه للموسم اللي جاي؟ أعتقد أن المصري إن شاء الله قادم في هيكون في مركز متقدم إن شاء الله. وخلينا نبدأ الموسم وكلنا أمل نحقق طموحات جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد. البداية لما تكون مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز بحسب كرة الدوري الممتاز، ما رأيك في هذه البداية؟ أمر طبيعي جدا إن النادي المصري يقابل أي حد. قرعة حقيقة كانت، مش عاوزين نقول هي مفاجأة، القرعة مظبوطة 100%، والمصري جاهز لإنه يقابل أي فريق، ما عنديش مشكلة خالص. كابتن علي ماهر خلاص الأوضاع بالنسبة له في النادي المصري، يعني هو لسه راجل مع نهاية الموسم الماضي، هل الأمور مستقرة بنسبة 100% في المصري في الوقت الحالي؟ أعتقد إن صفقة علي ماهر كانت الصفقة الأهم. كابتن علي ماهر داعم قوي فنيا، الأستاذ كامل أبو علي داعم إداريا وماليا، وإن شاء الله تكتمل المنظومة ونحقق طموحات زي ما قلت لحضرتك جماهير النادي المصري. أستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. صفقات مهمة وصفقات قوية عملها المصري السنة دي بالتأكيد يعني.